كيف حالك يا آدم؟ لانا صفي الدين، أهلا هاي وسهلا، أستاذ، أهلا وسهلا بك. أول مرة بتشرفينا على اللايف، لا تاني مرة. أهلا وسهلا. يلا سننتظر قليلا حتى يدخل الجميع. أهلا نور، نور دبوق، كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ نور؟ سنبدأ بطرح سؤال. هذا هو السؤال، راح أحط لكم اللينك بالتشات، أجيبوا عن هذا السؤال. اكبسوا على اللينك، بيطلع عنكم سؤال أجيبوا عنه وسترون الإجابة أمامكم هنا. نور ولانا وآدم، بين عندكم السؤال. بين. ما هو السؤال؟ اذكر 4 أشياء يتميز بها منزلك. يا لنرى، سترون الإجابات ستظهر أمامنا هنا على الشاشة. اذكروا هذه الأشياء. نور، نور دبو، أين أنت يا نور؟ آدم، من الذي دخل الآن؟ يلا من دخل الآن فليدخل إلى المكالمات، إلى الشات، ويكبس على اللينك ويجاوب عن السؤال.
يلا يا محمد فران. ياسمين هل تسمعينني؟ سيرين. هاي استاذ، يلا أجيب عن هذا السؤال الموجود أمامنا. فتوا عليه على اللينك. سأضعه مجددا. لمن دخلوا الآن. اكبسوا على اللينك بيطلع عندكم السؤال، أجيبوا عنه بشكل سريع. ولا حدا عنده إجابة بعد لحد هلأ. إذا لا توجد إجابات. ها معقول؟ طيب سنبدأ مباشرة بالدرس بما أنكم لم تتمكنوا من الإجابة. من فهم الدرس بشكل جيد أو من شاهد الفيديو؟ أنا شاهدته. مين؟ عباس. هل فهمت شيئا منه؟ نعم. هل هناك صعوبة في فهم هذا العلم، علم العروض؟ بس شوي. يلا. إذا درسنا هو متعلق بعلم العروض. ما هو علم العروض؟ علم العروض في اللغة هو الناحية، أما العروض في الشعر فهو ميزان الشعر. يعني وجد هذا العلم لكي نعرف من خلاله الأبيات الشعرية هل هي صحيحة أم تعرضت للتعديل عندما انتقلت من لسان إلى آخر. نحن نعرف أننا أو في العصور القديمة قبل تواجد الكتابة، يعني كانت اللغة موجودة قبل الكتابة، اللغة الشفهية يعني التي لا تكتب، كانت تتم عملية تناقل الكلام والشعر من لسان إلى آخر.
فكانت بعض التغييرات تحصل على الكلام عندما ينقله شخص عن شخص آخر، وخاصة في الأبيات الشعرية. فجاء هذا الرجل الذي يسمى الخليل بن أحمد بن أحمد الفراهيدي، واستحدث أو اخترع هذا العلم الذي هو علم العروض، يعني أسس هذا العلم واخترعه لكي يعرف من خلاله إذا كان البيت الشعري مأخوذاً عن لسان صاحبه كما هو، إذا كان صحيحاً أم أنه تعرض للتعديل. واضح هذه الفكرة العامة المتعلقة بالعروض كعلم. ولكن نحن طبعاً لن ندخل في كل تفاصيل هذا العلم، ولكن لدينا بعض الأمور التي علينا أن ندرسها وننتبه لها. يعني ميدان أو الشيء الذي ندرسه نحن في هذا العلم، علم العروض، هو ماذا؟ هو الأبيات الشعرية، يعني ندرس الأبيات الشعرية. ننتقل إلى ما نريد أن نعرفه. فلننظر بداية إلى هذا البيت الشعري، هل ترونه؟ لبنان تفعل بالحياة جنانه، فعل الزلازل بغلة الظمآن. من دخل الآن؟ حسن. حسن. إذن كلكم تشاهدون هذا البيت الشعري. مما يتألف هذا البيت؟ يتألف من شطرين، صحيح؟ هذا يسمى الشطر الأول، وهذا يسمى الشطر الثاني. هل تلاحظون؟ نعم. طيب، نبدأ بالحالة الأولى. ماذا يسمى الشطر الأول من البيت الشعري؟ ماذا نسميه؟ نسمي الشطر الأول من البيت الشعري، نسميه ماذا؟ الصدر. أول شطر من البيت الشعري ماذا يسمى؟ يسمى الصدر. أما الشطر الثاني، يعني الجزء الثاني من البيت، ماذا يسمى؟ يسمى العجز. أعيد، يقسم البيت الشعري إلى قسمين أو إلى شطرين. الشطر الأول، طبعا هناك فراغ بينهما كما تلاحظون هنا. الشطر الأول ماذا نسميه؟ نسميه الصدر، يعني الذي نبدأ به بيت الشعر. أما الجزء الثاني أو الشطر الثاني ماذا يسمى؟ يسمى العجز. علينا أن نحفظ هذه الأشياء جيدا. هل هذا واضح حتى الآن؟ نعم. طيب، التفاعيل طبعا هذه مستفعل ومتفاعل، نتحدث عنها لاحقا بشكل مفصل عندما نتحدث عن البحور. ولكن الآن نلاحظ تحت هذا البيت هناك كلمات، هذه الكلمات تسمى تفاعيل، يلي هي مستفعل متفاعل متفاعل ومستفعل متفاعل مستفعل. طبعا سنتحدث لاحقا بالتفصيل عن هذه التفاعيل وكيف نأتي بها وما إلى ذلك، ولكن ما نريد معرفته أن آخر تفعيلة، آخر واحدة منهم هو التفاعيل بالشيء اللي هي بآخر الشطر الأول، ماذا تسمى؟ تسمى العروض. وآخر تفعيلة من الشطر الثاني تسمى شو؟ الضرب. سأعيد، لدينا تفاعيل هنا مستفعل ومتفاعل ومتفاعل، هذه التفاعيل سنتحدث عنها لاحقا. هذه الكلمات كل كلمة منها تسمى تفعيلة. بما أننا نتحدث عن البيت الشعري، فآخر تفعيلة من البيت الشعري تسمى ماذا؟ تسمى العروض. وآخر من الآخر تفعيلة من الشطر الأول طبعا تسمى العروض،
وآخر تفعيلة من الشطر الثاني ماذا تسمى؟ تسمى الضرب. عباس هل أنت معنا؟ نعم. ماذا نسمي الشطر الأول من البيت الشعري؟ ماذا نسميه؟ عروض الصدر. الصدر صحيح. سيرين ماذا نسمي الشطر الثاني من البيت الشعري؟ العجوز. العجوز. إذن الشطر الأول يسمى الصدر والشطر الثاني يسمى العجز. الآن نحن نتحدث عن أشياء جديدة قد تشعرون بصعوبة بعض الشيء ولكنها سهلة جدا. قلنا عندما نبدأ بتحديد التفاعيل، ياسمين هل أنت معنا؟ ياسمين، نورجان، نورجان، لا تسمعنا نورجان. ريم الفران تفضلي. ريم هل تسمعينني؟ ماذا نسمي التفعيلة الأولى، التفعيلة الأخيرة من الصدر، ماذا نسميها؟ العروض. العروض. والتفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني ماذا نسميها؟ الضرب. الضرب. جيد جدا. إذا حتى الآن تعلمنا أمرين، أن البيت الشعري يقسم إلى قسمين، القسم يعني يسمى شطر، الشطر الأول يسمى الصدر والشطر الثاني يسمى العجز. عندما نبدأ بالحديث عن التفاعيل، التفعيلة الأخيرة من الصدر من الشطر الأول تسمى العروض، والتفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني اللي هو العجز تسمى الضرب. هذا ما أردنا الحديث عنه. أما باقي التفعيلات هنا، باقي التفاعيل تسمى الحشو، سواء كانت في الصدر أم في العجز. هل هناك أي سؤال حتى الآن؟ جاي، فلنكمل. بما أننا نتكلم عن علم العروض، فعلينا أن نتعلم كيفية كتابة البيت الشعري كتابة عروضية. هناك كتابة للبيت الشعري تسمى الكتابة العروضية. ما هي الكتابة العروضية؟ في كتابة بيت الشعر عروضيا يراعى اللفظ، يعني إذا أردت أن أكتب البيت الشعري كتابة عروضية يراعى اللفظ، يعني أكتب الحرف. نعم أستاذ، مش بنكتب اللي بنلفظه؟ صح. من يتكلم؟ نور. نور. فيكتب البيت، فيكتب البيت كما يلفظ، يعني كما ألفظ الكلمة أكتبها، الحرف الذي لا ألفظه لا أكتبه، ويحذف من الكتابة العروضية الحرف الذي لا يلفظ. شوفوا المثل هون، كلمة السيف، هل ألفظ هنا اللام الثانية التي جاءت بعد أل التعريف؟ السيف، شايفين كيف عم بلفظها؟ عم بلفظ اثنين سين. أكتب هذه الكلمة كما ألفظها، السين أولى سيف، السيف، يعني هذه اللام ما لفظتها ما بحطها ما بكتبها. طبعا إذا كان الحرف مشددا معروف الشدة تتألف من حرفين، برجعهم حرفين بقيم الشد. واضح؟
مين اللي دخل بالآيفون عشان سجلوا بالحضور؟ مين؟ شو اسمه؟ اكتبوا أسماءكم بس تفوتوا على نورجان. نورجان يلا مسجلك يا نورجان. إذا في الكتابة العروضية نكتب الكلمة كما تلفظ، يعني الحرف الذي يلفظ يكتب، والحرف الذي لا يكتب لا يلفظ لا يكتب. القمر مثلا، لاحظوا كلمة القمر هنا لفظت كل الكلمة القمر، أكتب كل هذه الكلمة، ليس هناك حرف لم يلفظ. واضح حتى الآن؟ لاحظوا الشمس، هنا الشمس تكتب بهذا الشكل، ولكن إذا أردت كتابتها كما ألفظها ماذا أفعل؟ من إيم اللام. من إيم اللام، لماذا؟ لأنه نحن شو عم نعمل؟ وين راحت الصورة؟ يلا سنعود إليها. لأننا لم نقم بلفظ، نقول الشمس. طيب ما هي الأشياء التي علينا أن ننتبه لها عندما نكتب كتابة عروضية؟ طبعا هذا كله نظريا، عندما سترون البيت الشعري بعد قليل سترون كل هذا الكلام الذي نقوله كيف يطبق بشكل سهل جدا. تراعى في الكتابة العروضية الأمور الآتية: فك الإدغام. ما معنى فك الإدغام؟ يعني حرف كان مشددا، عليه شدة، ماذا أفعل؟ الشدة حرفان، الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك، أعيده إلى أصله، أعيده إلى حرفين، يعني تعلما. أنا ألفظ هنا تعلما. هنا لدي اللام مكرر الحرف، حرف مشدد، شو بعمل؟ بقيم الشدة وبكتب حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. هذه الحالة الأولى. ثانيا فك التنوين. التنوين يلي هو الضمتين والكسرتين والفتحتين، واضح؟ الضمتان والفتحتان والكسرتان يسميان ماذا؟ تنوين، تنوينا. طيب أنا عندما ألفظ أو أذكر كلمة فيها تنوين ماذا أقول؟ نهرٌ. في القواعد نكتب الكلمة بهذا الشكل، صحيح؟ أما إذا أردت تطبيق هذا الأمر في الكتابة العروضية، كتابة ما يلفظ وعدم كتابة ما لا يلفظ، شو بتصير؟ أكتب الكلمة بهذا الشكل نهرٌ. أنا التنوين شو عم بلفظه؟ عم بلفظ التنوين نون، صحيح؟ نهرٌ أكتبه بهذا الشكل، كما ألفظ الكلمة أكتبها نهرٌ. هل هذا واضح حتى الآن؟ إذن فك الإدغام، يعني الحرف المشدد أعيده إلى أصله إلى حرفين في الكتابة العروضية. ثانيا فك التنوين، يعني إذا عندي تنوين التنوين يلفظ نون، أنا عم بلفظ نون بكتب نون، ما بكتب ضمتين أو كسرتين أو فتحتين. ثالثا الحذف، كل حرف لا يلفظ لا يكتب، يعني لاعبوا، لاحظوا لاعبوا، أنا لفظت حتى الواو، هل الألف الفارقة هنا لها وجود في اللفظ؟ ليست موجودة في اللفظ، فماذا أفعل؟ أحذفها، لا أذكرها في الكتابة العروضية. إذن فك الإدغام، فك التنوين، لفظ، فك الإدغام، فك الشد، يعني الحرف المشدد أعيده إلى حرفين إلى أصله، فك التنوين الفتحتين والكسرتين والضمتين، التنوين يلفظ نون فيكتب نونا، الحذف يحذف كل حرف لا يلفظ، ورابعا هنا أو رابعا نعم الإشباع. ما هو الإشباع؟ بزيادة حرف مد ساكن من جنس حركة الحرف الذي قبله ويكسر ذلك في آخر الصدر والعجز. يعني عندي هون في آخر الشطر الأول يلي هو آخر الصدر
الحرف إذا كان متحركا بالكسر، الكسرة ماذا يناسبها؟ ممنوع يكون في هون حركة، لازم يكون في سكون بآخر الصدر وبآخر العجز. إذا هون حركة الميم الكسرة، الكسرة ما الذي يجانسها؟ تجانسها الياء، بزد لها ياء بالآخر. هون كمان بنفس الطريقة، الميم حركتها الكسرة أيضا، أضيفوا لها الياء. واضح؟ في آخر الصدر وفي آخر العجز، إذا لم يكن الحرف ساكنا أضيف أنا حرفا ساكنا مجانسا. شو يعني مجانسا؟ يعني إذا كانت كسرة بتجانسها الياء، نضع ياء. إذا كانت فتحة مثلا بنحط ألف والعلمة. إذا كانت الحركة الميم ضمة تجانسها الواو بتصير العلم. هل هذا واضح حتى الآن؟ هل هناك أي سؤال؟ سيرين، طيب نتيجة العدد استاذ خضر. يلا استاذ علي، اهلا اهلا فيك. هل هناك اي سؤال حتى الان؟ بدي احكي انا كلمه استاذ خضر وكفر درس مشكله. يلا اول شيء يعطيكم العافيه كلكم. هلا بس شغله من هلا ورايح، اي حدا بفوت بغير اسمه، يعني والله مثلا هلا طالع قدامي انا مثلا والله اسم استاذ خضر، والله انا بدي فوت اكتب صوفان، بديش اكتب استاذ خضر صوفان. الاستاذ لما يشوف انه في اسم، لو هو شايف شكل قريب من الاسم اللي شايفه بالصف ما حيفوته. مثلا والله مبين عندي هلا انا مثلا جاد الشعار طالع قدامي، جاد ممنوع يكتب شيء غير جاد، فوش يكتب الشعار مثلا عباس هاشم، ما في يكتب هاشم، لا تكتب عباس هاشم بتفوت على الصف. اي حدا ما يقول مش عم بفوتني الاستاذ، مش عم بفوتك بس لانه اسمك مش مزبوط. فوت كل واحد باسمه الحقيقي مثل ما نحن بنعرفه بالمدرسه. اتكلنا على الله. يلا يعطيكم العافيه استاذ خضر، يعطيك العافيه وعفوا على المقاطعه. ولا يهمك ولا يهمك، يعطيك العافيه. هل هناك اي سؤال حتى الان؟ لا. واضح الكتابه العروضيه شو هي؟ نحن قدامنا بيت شعر يا شاطرين. هذا البيت الشعري مكتوب قواعديا صح والصلاة على النبي عليه. نحن نريد كتابته كتابة عروضية. أستاذ خضر؟ ايه تفضل يا جاد. عم ناخد فعلة وهيدول. ها هن بدنا نبلش نحن يا جاد هيك، لنبلش ننتقل لهوليك. هي البداية. أنا درستهم كلهم. برافو عليك شاطر. فهي البداية، ما نحن بدنا نطبق التفاعيل بعدين على هولي عم ناخذهم هلا. بهذا الشكل. إذا حالة أخيرة، إشباع هاء الضمير إذا سبقت بحرف متحرك. يعني إذا عندي ضمير في البيت الشعري، الضمير بتعرفوه للضمير أليس كذلك؟ الهاء له به عليه. إذا هذا الحرف الضمير كان قبله حرف متحرك، يعني متحرك شو يعني متحرك؟ يعني عليه حركة غير السكون، يعني عليه كسرة تحت كسرة فوق ضمة فوق فتحة. شو بعمل له؟ إذا حرف اللي قبل الضمير متحرك بشبعه. شو يعني؟ مثل ما عملت هون بآخر الشطر الأول والشطر الثاني. يعني إذا كانت حركة الضمير الهاء كسرة بحطوا لها ياء، إذا حركة الضمة حطوا له واو، إذا حركة الكسرة حط له، اذا حركته الفتحه حط له الف. طبعا اسمعوا منيح، شرط يكون الحرف الذي قبل الضمير متحركا. ها انتبهوا، اذا الحرف اللي قبل الضمير مش متحرك ما بعملها هيدا. نعود للجزء الاول يلي هو كتابه ما يلفظ واهمال ما لا يلفظ. اذا بتتذكروا بلشنا هيك فوق، لاحظوا هنا نحن بأثناء كتابتكم للإملاء كتير أوقات بتكتبوا لي لكن بهذا الشكل قواعديا خطأ، ولكن هنا في البيت الشعري هكذا تكتب لكن. شايفين؟ لكن في هون حرف ماد ما عم بلفظه أني، لا ما عم بكتبه، يلفظ ولا يكتب. بتلاحظوا؟
وبما أن القاعدة في الكتابة العروضية كتابة ما يلفظ، شو بعمل؟ بكتبها لهذه الألف لأني عم بلفظها. لكن الله، الله أيضا هناك ألف ألفظها ولا أكتب ولا أكتبها. شايفين؟ أكتبها في الكتابة الشعرية أو في الكتابة العروضية، أكتبها. شايفين شو الفرق بين الكتابة العادية والكتابة العروضية؟ شو عندي بعد هون؟ أيضا لاحظوا هذا، هذا أنا ألفظ الألف هنا، ولكن هنا لا قواعديا لا تكتب في القواعد، ولكن في الكتابة العروضية تكتب هذه الألف هذا. ليش؟ لأنني ألفظها. طه، طه طبعا اسم من أسماء النبي محمد. طه، شوفوا كيف بنكتب طه، هيك بنكتبها بالقواعد. أما في الكتابة العروضية أضع الألف، لماذا؟ طه، لأنني ألفظ هذه الألف. الرحمن، من يقرأ منكم القرآن سيرى كلمة الرحمن في القرآن ليس هناك ألف بعد الميم، ولكننا أثناء القراءة نلفظ هذه الألف، الرحمن. أيضا نكتبها في الكتابة العروضية. نعود لنفس القاعدة، أي بكتابة الكلمة كما تلفظ لا كما تكتب إملائيا. يعني ما إلي علاقة بالإملاء، ما إلي علاقة بالقواعد، أنا أكتب في البيت الشعري الكلمة كما تلفظ وليس كما تكتب إملائيا. الحرف اللي ما بلفظه ما بكتبه بكل بساطة. يعني هل هذا واضح حتى الآن؟ خليني فرجيكم كيف منطبق هلأ، كيف منبلش نكتب كتابة عروضية. مش رح نلحقهم كلهم بالفيديو طبعا، بتحضروا التسجيل الفيديو اللكتشرز كتير منيح لاني شرحتهم هونيك بالتفصيل. يلا سنحاول ان نتحدث قدر الامكان. طيب بعد ان كتبنا كتابة عروضية وكتبنا الكلمات كما تلفظ وليس كما تكتب إملائيا، شو بدي أعمل؟ ما هي المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية هي التالية. عندي طبعا ستكون لدي أحرف متحركة، شيء عليه ضمة، شيء عليه كسرة، شيء عليه فتحة، وشيء عليه سكون، صحيح؟ طيب كيف سأضع الرموز للبيت العروضي للبيت الشعري لحتى أوصل للتفعيل اللي قال عنه جاد؟ كيف؟ الحرف المتحرك، ما معنى متحرك؟ يعني الحرف اللي عليه كسرة فتحة وضمة، شو بحط تحته؟ خط مائل بهذا الشكل. أما الحرف الساكن، الحرف اللي عليه سكون، ماذا أفعل؟ أضع تحته دائرة هيك، مثل حرف الهاء، مثل السكون يعني. واضح؟ بعد أن أكتب بهذا الشكل، شوفوا هون كتبت، هون أعطينا كلمتين كتابة عروضية. شوفوا نهر الحياة، هذه الجملة الأساسية أكتبها كتابة عروضية كما تلفظ، تلفظ نهر الحياة، لم ألفظ اللام هنا في الحياة، لا أكتبها نهر ال، أو لم ألفظ الألف عفواً وليس اللام، لم ألفظ الألف، نهر الحياة. بيجي بعدين بدي حط الرموز لإله، عند النون عليها فتحة، شو بحط تحتها؟ خط مائل. الهاء فوقها سكون، أضع تحتها دائرة. الراء فوقها ضمة، أضع تحتها خط مائل، برمز لها بخط مائل. اللام عليها سكون، شو بعمل؟ بحط دائرة. واضح؟ حياة الحاء فوقها شو؟ فتحة، حط خط مائل. أيضا الياء فتحة، أضع خطا مائلا. الألف هنا ساكنة، شو بحط؟ دائرة. والتاء متحركة، بحط تحتها أيضا خط مائل. واضح؟ هل هناك أي سؤال؟ لا. هو بس نبلش نطبقه إن شاء الله، إذا فتنا التنين اللي جاي على المدرسة
بإذن الله. يعني أول شيء رح بلش في هذا الدرس سترون بأنه سهل جدا ولكنه جديد عليكم، يعني كل شيء جديد بالنسبة إليكم في هذا الدرس، ولكن تطبيقه على البيت الشعري أمر بغاية السهولة، ليس صعبا على الإطلاق. خلونا نكمل شو بده يطلع معنا بعد، عندنا شغلتين ما نحكي فيهم بالوقت المتبقي. الروي، عندنا شيء اسمه الروي، ما هو الروي؟ شو بدي بهو التعريفات؟ بدي بس تسمعوني بس شوي، شو هو الروي بشكل بسيط جدا. لاحظوا هذا البيت الشعري: أصابع كف المرء في العد خمسة ولكنها في مقبض السيف واحد. ما هو الروي؟ الروي هو الحرف الأخير الذي ألفظه في البيت الشعري. شو لفظت هون؟ حرف الدال. الدال شو عليها؟ ضمة، ماشي، بتجي هيك دو بالكتابة العروضية بهذا الشكل، هذه حركة وهذه دائرة سكون. الروي شو هو؟ الروي هو الحرف الأخير في البيت الشعري. الكل عم يسمع؟ الروي شو هو؟ آخر حرف من البيت الشعري مع حركته. يعني هون الدال، منقول هون الحرف الأخير هو الدال، شو عليها ضمة؟ ماذا أقول؟ الروي هو الدال المضمومة، الدال عليها ضمة. لو كانت الدال فوق حرف الدال محركا بالفتح لقلنا ماذا؟ الروي هو الدال المفتوحة. لو كان محركا بالكسر لقلنا الروي هو الدال المكسورة. سهل هالروي، سهل جدا. دائما تسألون عن الروي، وهالروي بسموا القصيدة باسمه، يعني كل الروي بالقصيدة بيكون هو ذاته. يعني إذا كان الروي حرف الدال تقولوا عن القصيدة دالية، إذا حرف الميم ميمية. هاي لاحقا نتحدث عن هذا الأمر. إذن الروي ما هو يا حلوين؟ الروي هو الحرف الأخير في البيت الشعري، الحرف الأخير الملفوظ يلي عم بلفظه، يعني واحد الحرف الأخير الذي أقوم بلفظه. شيء أخير نود الحديث عنه هو القافية. ما هي؟ بيّنت عندكم القافية؟ ظهرت على الشاشة؟ نعم بيّنت. يلا شو هي القافية؟ كل سؤال متعلق بالبيت الشعري يطرح سؤال انه حدد الروي والقافية. الروي قلنا اخر حرف في البيت الشعري نقوم بلفظه، صحيح؟ نجي للقافية يا حلوين، ما هي القافية؟ ليكوا كيف بنعمل القافية. القافية عندي اخر كل اخر شطر اخر جزء من البيت الشعري عم حرك وعم حط له رموز. ألم نقل بأننا نضع خطاً مائلاً تحت الحرف المتحرك ودائرة تحت الحرف الساكن؟ أنا عم بعملهم هون. آخر شيء بالبيت، آخر جزء بالبيت بطلع بآخر شيء آخر حرف ساكن، شايفينه؟ مع الساكن الذي قبله، الذي يسبقه، مع أول متحرك قبل الساكن. شو يعني؟ بالقاعدة تقول القافية شو هي؟ آخر ساكنين في البيت الشعري مع المتحرك اللي قبله، مع واحد متحرك قبله. آخر ساكنين من البيت الشعري، من العجز يعني، من الشطر الثاني، مع أول متحرك قبله. بدي شوف إذا هون لدينا هنا بيت من الشعر يمكننا رؤيته. لاحظوا هنا هذا بيت في الدقيقة الأخيرة. لاحظوا هذا البيت بيعطينا هذا البيت، أو أنا بعطيكم هذا البيت تكتبونه بكتابة عروضية بهذا الشكل.